من الموسيقى الجزائرية إلى الموسيقى العربية، فوسط الزخم الفني واجتياح الطبوع الغربية الساحة الفنية العربية، بدأ وهج الأغنية الملتزمة الهادفة يشع من جديد، خصوصا أنه فن راقي يحمل في طياته قضايا الأوطان. الأغنية الملتزمة أو الأغنية التي تحمل قضية وطن كانت في وقت سابق نوعاً موسيقياً مهماً له مكانة بارزة في عالم الأغنية العربية، ويؤديه أصوات طربية كبيرة على غرار السيدة فيروز، ماجدة الرومي، مارسيل خليفة وجوليا بطرس. لكن مع ظهور موجة الفن الهابط والإيقاع العصري السريع الذي شد انتباه الشباب العربي، خفتت الأضواء على هذا الفن الجميل. مؤخراً بدأ وهج الأغنية الوطنية يشع من جديد بفضل أصوات قوية عزمت على إعلاء راية الفن الهادف على غرار هبة طواجي، جهدة وهبي ولرا عليان الذين يتناولون قضايا المقاومة، الفقر والحرب والأوطان وغيرها من القضايا. مثل البنت عم تركض بالنوم. كي لا ننسى آلاف الأطفال والنساء والرجال الذين وقعوا في السنوات الأخيرة ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها، وتأكيدا على أن الشرق العربي مهد للحضارة ومنبع لا ينضب للإنسانية، ورغم كل ما يحدث سيبقى الشرق قلبا للبشرية ورابطا أساسيا يوحد ثقافات الإنسانية ويحمي نسيجها من أي تمزق كان. ربما الوضع في العالم العربي هو ما أحيا النخوة والوطنية في الشعراء والملحنين والفنانين العرب، وساهم في الانتشار الجماهيري للأغنية الهادفة، خصوصا في زمن اجتاحته الأغنيات التي لا يمكن تصنيفها في خانة الفن حتى. طلع صوب تحت وشوف شوي ما عندن حدا. بالفن الهادف نختم نشرة ثقافية لنهار اليوم. مواعيدنا الإخبارية متواصلة على قناة جي نيوز. دمتم في أمان الله.